قبضة رجال الأمن. ثلاثة مقيمين، اثنان من الجنسية التشادية وآخر من الجنسية الباكستانية، انتحلوا صفة رجال الأمن ودخولهم منزل أحد المقيمين وسرقة مبلغ مالي ومتعلقات شخصية. تم القبض. ستة مواطنين تعرضوا للسيدة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد الأحياء، وصدم أحدهم مركبتها بمركبة لا تحمل لوحات وهروبه من موقع الحادثة. تم القبض. ثلاثة مواطنين وأربعة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية التشادية ومخالف لنظام أمن الحدود ارتكبوا 20 جريمة تمثلت في السطو على المنازل وسرقة مجوهرات ومبالغ مالية ومقتنيات قدرت قيمة المسروقات بمبلغ 530,000 ريال. تم القبض. مقيمان من الجنسية اليمنية ارتكبا عددا من الجرائم تمثلت في جمع الأموال من مخالف أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهما المالية، وضبط بحوزتهما مبلغ 91,000 ريال. تم القبض. ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الأثيوبية ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في سلب ما بحوزة العمالة من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية بلغت قيمة المسروقات 73,000 ريال. تم القبض. أربعة مقيمين من عدة جنسيات عربية قاموا بجمع مبالغ مالية من مخالف أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، ضبط بحوزتهم مبلغ 349,747 ريال. تم القبض. مواطن ارتكب جريمة تحرش وقام بسرقة مركبة تحت تهديد السلاح الأبيض والتسبب في صدم مركبة أخرى. تم القبض. ثمانية مقيمين من الجنسية النيجيرية ومقيم من الجنسية البنغلاديشية ارتكبوا 37 جريمة تمثلت في سرقة الكيابل من مبان تحت الإنشاء وبيعها في محل سكراب يعمل فيه المقيم البنغلاديشي، قدرت المسروقات بمبلغ 300,000 ريال. تم القبض.